فاكرين حاله الطفل الاسلامي اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده، كان بيعاني من اعوجاج بالعمود الفقري وكان محتاج عمليه دقيقه جدا في العمود الفقري. الحمد لله مؤسسه واحد بين الناس بالتعاون مع جمعيه رساله نور على نور والاستاذ حاتم احمد فراج نجل الراحل العظيم الاعلامي احمد فراج، قدرنا نعمل له عمليه بتكلفه 30,000 جنيه. وطبعا انا بشكر جدا الدكتور حسام صلاح استشاري جراحه العظام بالقصر العيني لتبرعه باجره بالكامل في العمليه. وفي الحقيقه العمليه استمرت 7 ساعات كامله والحمد لله اسلام خرج بالسلامه من اوضه العمليات وحالته الحمد لله كويسه. تعالوا نشوف اسلام ونطمن عليه بعد العمليه. اسلام مولود بعيب خلقي بظهره، ولما حبينا نعمل عمليه جراحيه لقيناها متكلفه جامد، يعني ظهره في حته عاليه هنا وحته واطيه ما كانش بيعرف ينام، ما كانش بيعرف ينام خالص، يعني ينام على جنبه ينام على بطنه ما عرفش ينام على ظهره، وطفل ده ما عرفش ينام خالص. ثانيا ما عرفش يذاكر يقرا ولا يكتب عشان يوطي كده ظهره كان متعبه، ما قدرش يمشي مثلا مسافه مثلا اكثر من 200 متر ولا حاجه، ظهره كله طبعا كان تعب. ربنا كرمنا واحد من الناس قناة الحياة، وبنشكر جمعية رسالة نور على نور، وبنشكر أهل الخير اللي قاموا عملية جراحية لإسلام إنهم يسعدوا أهل أسرة إسلام اللي فعلا ما كانش هيقدروا يعملوا عملية جراحية دي، وربنا يسعد الجميع يا رب. جالي إسلام محاول من جمعية نور على نور ومن برنامج واحد من الناس، عنده اعوجاج شديد جدا في العمود الفقري ناتج عن اعوجاج بنسميه اعوجاج مبكر في العمود الفقري. عنده اعوجاج مزدوج او دبل كيرف يعني على شكل حرف اس الانجليزي، وعنده مأثر بشكل كبير جدا على شكل ظهره وكمان على نفسه وعلى وظائف التنفس بتاعته. واحنا ان شاء الله خطتنا النهارده ان احنا نعمل له عمليه جراحيه ان احنا نصلح فيها الاعوجاج دون، بان احنا نركب مسامير لتثبيت الفقرات، وبعدين بنستخدم مجموعه تكنيكس مختلفه لاصلاح الاعوجاج ان شاء الله باذن الله.